طب طب احنا معانا مسجات كتير عن موضوع الميراث يا استاذ احمد. اه يعني في واحده بتقول ان هي في ارض ميراث ما بينها وبين شقيقها، باع ميراثه ليها من مده بس لم هي ما كتبتش عقد بيع لانها واثقه فيه، ولما جت هي تبيع الارض اخوها طمع فيها، هل ممكن تقدر تشتكيه وممكن احصل على حقي منه ولا لا؟ ما هي المفروض بتقول باع اخوها باع هي لها، بتقول لي ارض ميراث وشقيقي باع ميراثه لي من مده، ماشي، ما فيش حاجه تثبت كلام. شوفي، بس هي ما اصل كتبتش عقد لان ما هي هو ما واثقه هو فيه. ما هي دي مشكله. هو القاضي لا يحكم، يا خدي بالك في قاعده شرعيه تقول ايه، القاضي لا يحكم بعلمه الشخصي. يعني لو القاضي ده عارف انه باع له ما يحكمش بعلمه الشخصي، يحكم بالاوراق. ما فيش ورقه بتقول ان الست دي باعت وصاحب الشأن ما اقرش انه باع حقه، طب هنعمل في شهود؟ ما يعني هندخل، لازم، أكيد مش هيحكم بالنية، القاضي مش لا هيحكم مش هيحكم بالنية. بمجرد كلام.